بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، التواصل جاري هنا في هذه الانطلاقات الجميلة. طرفاشة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميني 2:54 تهانينا يا ابو راشد على هذا الاداء، على هذا الناموس الجميل. شوطنا في الرابع هنا بحفظ من الله ورعايته شايم صالح بن علي بن حمود العويسي، النقل على المركز الثاني. اشقر عبد الله بن عبيد بن خليفه بالساحر الاجتبي، ولا هناك ترند في المركز الثاني محمد بن عتيج المقعودي. نقلتنا هنا مع وليف محمد بن يمع بن عبيد بالدبيل الثاني ثن، بينما اللي في المركز الرابع شعار بالضبيعه هناك في رابع المراكز. هنا أشقر مطر بن عبيد بن محمد بالضبيعة، بينما اللي في المركز الخامس مبلش لمحمد بن عامر بن حمود البادي. انتقل وياكم إلى المركز السادس شاهين خميس بن حليس بن سالم الهاشمي على سادس المراكز. سابعا من يأتي هنا مولع سلطان بن محمد الملعاي، وفي المركز الثامن مطفوق في المركز الثامن خليفة بن محمد بن قحيد المهيري، وفي المركز التاسع هناك من يأتي في هذه اللحظات عنيد ناصر بن علي بن سعيد النعيمي، وعاشرا من يصل هنا معانا الواش لمحمد بن يمع الغويس. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالتمام. هكذا كان الوصف التوصيلي. الله علي غير علي سيطر على المركز الأول. هناك مبلش بيبلشهم مبلش للسيد محمد بن عامر بن حمود البادي، مقدم مبلش ما شاء الله تبارك الرحمن. بينما اللي في المركز الثاني شايم صالح بن علي بن حمود العويسي، هناك اللي في المركز الثالث ترنت في ثلاث مراكز لمحمد بن عتيج المقعودي، وصل بالدبيلة مع وليف لمحمد بن يمع بن عبيد بالدبيلة. خامس المراكز وصل بن حليس مع شاهين، خميس بن حليس بن سالم الهاشمي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز. مبلش هناك ترند من الجانب الثاني لمحمد بن عتيج المقعودي. اللحظات الأخيرة إلى أين يا مبلش؟ إلى أين يترند؟ يلا يا شاهين، ولكنه البادي مسيطرا على المركز الأول لمحمد بن عامر بن حمود البادي، صامدا على مقدمة الشوط. حي هالطاري. تهانينا والناموس لمالك مبلش حقيقة محمد بن عامر بن حمود البادي. وسلام إلى عمان. سلام المركز الثاني لمحمد بن عتيجي مقعودي، المركز الثالث خميس بن حليس الهاشمي، المركز الرابع أيها الإخوة اللي في المركز الرابع صالح بن علي بن حمود العويسي، وفي المركز الخامس شعار محمد بن يمع بن عبيد بالدبيلة. 2:58 و28 جزمنا الثاني. تهانينا والناموس.